أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح. اليوم في رسالة على قلبي بحب أشاركها لكل مشاهدينا على الصفحة. هلما نرجع إلى الرب، بتهيأ لي ظاهرة عالمية عم نشوف في كل مكان، ولا سيما في أيام الكورونا، هذه الجائحة اللي اجتاحت كل دول العالم، وكل الأخبار عم بيتكلموا عن الموجة الثانية أو لهذه الكورونا، وكثير من الناس أصيبت بإعياء، أصيبت بتعب نفسي، وحتى كثير ناس عم بتروح على الدكاكين بتشتري كل الضروريات وكأنه الأمر رايح ينتهي. وطبعا حسيت وشعرت في داخلي انه كمان الكنيسة والمؤمنين لهم دور في هذا العالم. طبعا يعني الكنيسة المسيحية لا تناقض منطق الطب في هذه الايام، لكن برضو في الطبيب الاعظم، ولما بنصرخ له وبنرجع لإليه اكيد الله ممكن يعمل شيء. الكتاب يقول ارجعوا الي ارجع اليكم، اقتربوا إلي أقترب إليكم. وبتعرفوا فعلا هذه الجائحة بتخلينا نقيم أنفسنا وظروفنا في هذه الأيام، وفي نفس الوقت بنبتدي نفحص الأمور، لماذا تحدث هذه الأمور وكيف تتغير هذه الأمور. الآية اللي جاءت على بالي هي أخبار الأيام الثانية إصحاح 7 والآية 13 و14، تقول الآية: وإن أرسلت وباء على الأرض فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. فإذا نحن نحتاج إلى شفاء، وأراضينا تحتاج إلى إبراء، نحتاج إلى تدخل إلهي، ونحتاج إلى زيارة وافتقاد إلهي، كما صلى في المزمور: ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك. اللي شاهد برنامج البث المباشر، أنا طلبت من كل المشاهدين ومن كل أحبائنا إنه نخصص أول أسبوعين من أكتوبر كل يوم نخصص 5 دقائق نطلب وجه الرب، نعترف بخطايانا، نتوب عنها، نرجع للرب ونصلي إلى الله حتى يتدخل، حتى يشفي، حتى يبني، وحتى يبرئ أراضينا. يقول كتاب: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. فخلينا نيجي باتضاع، خلينا نيجي بانكسار أمام الرب، خلينا نيجي هيك بالثقة أمام عرش النعمة، خلينا نيجي بإيمان، خلينا نيجي على حساب ما فعله يسوع المسيح. وفعلا محتاجين نشوف بركة الرب ومجد الرب تعود لأراضينا، ونشوف النهضة في بيوتنا وفي كنائسنا أولا. فإذا في عدة طلبات صلاة خلال هاي الأسبوعين، بس قبل ما أقول طلبات الصلاة، محتاجين نتعهد أمام الله إنه يوميا أعطي 5 دقائق صلاة محددة مهدفة من أجل هذا الموضوع. فإذا إذا أنت اليوم تتعهد، ممكن تبعت هيك رسالة سريعة تقول أنا معاك في الصلاة، لأنه عاوزين أكبر عدد ممكن. وكمان يعني خد هذه الرسالة لأشخاص تعرفهم حتى كلنا نصلي مع بعض وينتهي هذا المرض وتعود الأمور لطبيعتها، لكن طبعا برجوع إلى الرب، وهذا أهم شيء. يمكن الله مثل ما مكتوب أضيق عليهم لكي يشعروا، لكن من ناحية تانية لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع، بل يجعل مع التجربة المنفذ. الله دائما عنده منافذ، الله دائما عنده طرق اللي يباركنا حتى في وسط المرض. صدقوني الله عم ببارك المؤمنين وعم ببارك الكنيسة، لكن محتاجين
نصلي من أجل شعوبنا، من أجل يعني خلينا نصلي من أجل الحكومات، لأنه مكتوب البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. خلينا نصلي من أجل حكمة للحكومات، من أجل تدبير، من أجل معرفة، من أجل القرارات الحكيمة. خلينا نصلي من أجل المدارس، من أجل الطلاب، يعني البيوت أو الأهل اللي عندهم أولاد بروحوا على المدارس، يعني تعبوا من انقطاع المدارس أكثر من 6 شهور. خلينا نصلي من أجل المدارس، خلينا نصلي من أجل حماية على بيوتنا، عائلاتنا، على أسرنا، إنه لا يقترب مرض، لا تبنوا ضربة أو وباء من خيمتك، من حياتنا. خلينا نصلي من أجل الأطباء، من أجل الممرضات، خلينا نصلي من أجل الأشخاص اللي بيقوموا بالبحوثات حتى يعني يخترعوا هذا الفاكسين، حتى خلاص يقضى على المرض كاملا. نصلي من أجل الشرطة، من أجل كل الأشخاص اللي بتعمل بالخطوط الأمامية. نصلي من أجل خدام الرب، ربنا يعطيهم حكمة ولا سيما كيف يتعاملوا مع الحالات النفسية والأسرية والاجتماعية اللي بتمر فيها الناس، عم بتمر في حالات قاهرة، في ظروف صعبة جدا. نصلي لهم حتى الرب يعطي حكمة. خلينا نصلي من أجل معرفة مجد الرب تملأ أراضينا، مخافة الرب، وأن مجده يملأ كل بيوتنا وحياتنا وكنائسنا وبلادنا أيضا. فخلينا نتواضع أمام الرب، وخلينا نتعهد أنه هدول أسبوعين يوميا كل شخص يتعهد 5 دقائق، وصدقوني قبل نهاية هذا الشهر رح نبتدي نسمع أخبار غير عادية من التغير وتراجع هذا المرض. شو رأيكم نتفق مع بعض انه نعترف بخطايانا، نتوب عنها، ونحط ثقتنا في الله، ونحط ثقتنا في الرب، وبالإيمان نطالب بالله انه يتدخل في هذه الأوضاع وخلاص ينتهي المرض، وتكون فرصة لرجوع مجد الرب حتى يشفي ويبرئ أراضينا. شارك هذا الفيديو مع الآخرين، والرب يباركك.